يحكى أن ثلاثة أشخاص حكم عليهم بالإعدام بالمقصلة: عالم دين، محام، فيزيائي. وعند لحظة الإعدام تقدم عالم الدين ووضعوا رأسه تحت المقصلة وسألوه: هل هناك كلمة أخيرة تود قولها؟ قال عالم الدين: الله، الله هو من سينقذني. وعند ذلك أنزلوا المقصلة، فنزلت المقصلة، وعندما وصلت لرأسه توقفت، فتعجب الناس وقالوا: أطلقوا صراح عالم الدين، فقد قال كلمة الله ونجا عالم الدين. وجاء دور المحامي إلى المقصلة فسألوه: هل هناك كلمة أخيرة تود قولها؟ فقال: أنا لا أعرف الله كعالم الدين، ولكني أعرف أكثر عن العدالة. العدالة، العدالة هي من سينقذني. ونزلت المقصلة على رأس المحامي، وعندما وصلت لرأسه توقفت، فتعجب الناس وقالوا: أطلقوا صراح المحامي، فقد قالت العدالة كلمتها ونجا المحامي. وأخيرا جاء دور الفيزيائي فسألوه: هل هناك كلمة أخيرة تود قولها؟ فقال: أنا لا أعرف الله كعالم الدين، ولا أعرف العدالة كالمحامي، ولكني أعرف أن هناك عقدة في حبل المقصلة تمنعها من النزول. فنظروا للمقصلة ووجدوا هناك فعلا عقدة تمنعها من النزول. أصلحوا العقدة وأنزلوا المقصلة على رأس الفيزيائي وقطع رأسه. من الأفضل أن تبقي فمك مقفلا أحيانا حتى وإن كنت تعرف الحقيقة، لأنه من الذكاء أن تكون في صف الأغبياء في بعض المواقف.